سوفرارينا او ادرينا محتاجه الفات عشان تصنع الكورتيزول ده، فتحطت جنب الكدني. في نفس الوقت بتفرز هرمونات بتاثر في الكدني، انتوا عارفين الالدوستيرون، والكدني بتاثر فيه عن طريق الرينين، محتاجين بعض يعني، فجنب بعض. نفتح كده الكتاب، سوبرارينال جلاند، او اكتب فوقها ادرينال جلاند، الاثنين نفس الاسم. اول نقطه السايت، يعتبر قلناها خلاص. امبيدد في الاديبوز تيشو، اديبوز يعني فاتي، الفاتي تيشو اللي جنب الكدني عند الابر بول او السوبيريور بول. النقطه الثانيه بالفريش سيكشن، يعني فريش يعني طلعته من الكاديبر بسرعه وعملت فيه سيكشن، هو فريش لسه طازه، ما حطيتوش لسه فورمالين، لقيته عباره عن حتتين، الحته اللي بره ايه؟ كورتكس، كتب وصفها ايه؟ سيك بريفرال يلو. اكتبوا كلمه ليل، ليمت ليمت، فيها ليمت كتير. اعكس بقى المنطقه اللي جوه ثين وسنترال وريدش براون، ليه ريدش؟ بلاد فيزلز هايلي فاسكولار، فيها دم كتير. رغم ان هما الاثنين في وان اورجن لكن مختلفين تماما الاختلاف في الاوريجن، كل واحد منهم جاي من حته، في الفانكشن كل واحد فيهم بيفرز هرمون غير الثاني، حتى في الهيستولوجي دي بتصنع ايه؟ بروتين، يعني لونها ايه؟ ازرق ازرق، فاكرين بروتين سكيتنج سيلز اللي لونها ازرق؟ دي بتصنع دهون لونها ايه؟ احمر. فدي مختلفين في الهيستولوجي تماما، دي عباره عن صريح معكاس معلش كورتيزول دي يا جماعه هتبقى كورتكس ابتدى زون، لكن دي زون واحده، فمختلفين في كل حاجه. مكتوب عندنا ايه بقى؟ These two regions can be considered as two different organs. يجي لك فريزون. هتقولوا ليه؟ مختلفين في الاورجن، ودي مكتوبه ثاني صح، او النقطة اللي بعديها. إن الكورتكس من الميزوديرم والمظلة من الإكتوديرم. مختلفين في الوظيفة، هتقولوها إيه؟ دي بتفرز كورتيزول، دي بتفرز أدرينالين. مختلفين في الهيستولوجي. دي بروتين سكريتنج سيلز، دي ستيرويد سكريتنج سيلز. فهمتوا يا جماعه السطر ده؟ انت هتفسره. يقول لك ليه الادرينال كورتكس اند ميدلا كونسيدرد تو ديفرنت اورجانز، يعتبروا اثنين اورجانز مختلفين عن بعض. هتقولوا ليه؟ لانهم مختلفين في الاوريجن. الكورتكس جايه منين؟ ميزوديرم، والميدلا اكتوديرم. مختلفين في الفانكشن، دي اللي هتزودها من عندك. دي بتفرز ايه ودي بتفرز ايه؟ دي بتفرز كورتيزول، اندوستيرون، انت عايز تقول تقول سكس هرمون، اما تاني بتفرز ادرينالين بنور ادرينالين. هيستولوجيكال ستراكشر، دي بروتين سكريتنج سيلز ودي استرويد سكريتنج سيلز. فهمت يا جماعه؟ السوبرا رينال از فورمد اوف رقم واحد استروما، رقم اثنين باريجما زي ما احنا متعودين. والاستروما ثلاث حاجات زي ما احنا متعودين برضه. رقم واحد كبسول، بيكون سك وعليه فات اهو، سك وعليه فات، سك وكفرد ويز الرينال اديبوز تيشو. رقم اثنين الترابيكولا، بص معايا في الرسمه، هتقسم الكورتكس بس مش هتوصل للمظله، اهو الترابيكولا هتقسمها اهو اهو، نازله من الكبسول وتقسم الكورتكس فقط الى حاجه اسمها كومبارتمنت، اجزاء يعني. زي ما تكون عندك في الترابيكولا او السته كلمه كورتكس، الترابيكولا بتقسم الكورتكس بس ما بتوصلش للمظله. يبقى الترابيكولا سن 6 ديسنت فروم ذا كبسول ديفايدنج ذا كورتكس انتو كومبارتمنت وشايل جواها بلاد فيزز ونيرف. نيجي بقى رقم 3 ايه؟ الشبكه الريتيكولار باك جراوند اللي هي عباره عن الريتيكولار فايبرز والريتيكولار سيلز. دي سبورت البوث موجوده في الاثنين، يبقى خط تحت كلمه بوث. نقول تاني التركيب حاجتين، رقم واحد استروما، رقم اثنين بارينكيما. زي ما احنا متعودين الاستروما ثلاث حاجات، رقم واحد ايه؟ كبسول، بيكون سك عشان مليان فات، عشان هي محتاجه فات، فبيكون سك وكمان عليه فات كمان، الفات اللي هو ده اسمه رينال اديبوز تيشو. رقم اثنين الترابيكولا، الترابيكولا هي نفسها كلمه سته، هتبقى نازله من الكبسول ورفيعه وهتقسم مين؟ الكورتكس فقط الى كومبارتمنت يعني اوض اجزاء وشايله جواها جراند فيزيكس. ايه بقى رقم ثلاثه؟
التيكولار كونكتد تيشوز. يعني التيكولار سيلز مع التيكولار فايبرز، يعني باك جراوند دي موجوده في الكورتكس، موجوده فين؟ في المضاد عشان تعمل سبورت للبارينكيما كلها. فهمت كده ولا فيها مشكله؟ نيجي للبارينكيما عباره عن حتتين، كورتكس ومضاده. هناخد النهارده الكورتكس، اكتب عليها سؤال نظري. ادرينال كورتكس، ما تجيبش الادرينال المضاده كلها لان هي كبيره، ولا تجيب الكورتكس ولا تجيب المضاده. لو جاب لك في الامتحان الادرينال كورتكس، ايه الكلام انت هتجيبه من فوق؟ في الاول سبت ان فريش سيكشن سيك بريفرال يلو ريجن، اكتبها عندك او تساوي عامل فوق. ايه المشكله؟ ما هو ده جاب اللي ما توصلش اعمال السنة. يا جماعه الهيستولوجي ملوش، يعني بيجيب اسئله صغيره واسئله كبيره، يجيب ام سي كيو ويجيب كومبليت، يجيب ماتش ويجيب فريزون، هو الهيستولوجي بيجيب كل حاجه. خلاص ماشي، مش عايزين تكتبوا، ما تكتبوش يا جماعه الكلام ده. ما هيجيبها لك ايه؟ يعني مش هيجيب لك ادينا فورس، هيجيب لك سنه تمريلوزا. ماشي خلاص ممكن، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. خليك مع بعض. بس ده سؤال قديم. يعني قبل كده ادينا الكورتكس. بغض النظر، انا اصلا انت مساك الكلام فوق فاكتبه تحت. ماشي يا تسليم. يلا يا جماعه، اول معلومه تعرفها، تعرفها ايه تاني؟ وهي فريش بلاقيها سيك وبريفرال ولونها يلو. هات رقم واحد. رقم اثنين الاوريجن بتاعها ميزوديرمال. رقم ثلاثه الاستروم بتاعتها عباره عن ايه؟ كبسول، كبسول اكيد بغطي الكورتكس واكتبه بالكامل. رقم اثنين الترابيكولا بتقسم الكورتكس. رقم ثلاثه الريتيكولار باك جراوند. اتفهمت يا جماعه ولا ايه؟ لما يجي يقول لك اكتب الادينا الكورتكس، اكتب الاول الباك جراوند اللي خدناه فوق اللي هو رقم واحد اهو. ثاني ديفينيشن، حد يقول لي ديفينيشن ثاني؟ سيك بريفرال يلو ريجون ان فريش سيكشن، ده رقم واحد التعريف. النقطة الثانية الاوريجن ميزوديرمال. النقطة الثالثة الاستروما. الكلام ده اللي هيفرق ما بينك وبين الطالب العادي، كله هيقوم كاتب على طول من تحت الكلام مكتوب عندك تحت. لو تكتب الكلام فوق هو فعلا موجود في اي كتاب كده. لما يجي تبقى ادرينال كورتكس في الكلام ده الاول، ايه تعريفها؟ ايه الاوريجن بتاعها؟ ايه الاستروما؟ الاستروما ثلاث حاجات، رقم واحد كبسول اخباره ايه؟ سك ومتغطي بالليه؟ بابينا لاديبوز تيشو. رقم اثنين الترابيكل اور سيبتا، تبقى فين ونازله عشان تقسم الكورتكس الى كومبارتمنت كده جوه البلاد فيزنس. رقم ثلاثه الريتيكولار كونكتيف تيشو اللي هو الباك جراوند، تعمل سبورت للبارينكيما. يبقى رقم اخر بعد كده ايه؟ بارينكيما. يعني هو دلوقتي هيشرح البارينكيما، اكتب عشان بقى البارينكيما الباراجراف اللي عندك ده. اول حاجه بيقول لك بدايه القصيده ان هي بتصنع وبتفرز استرويد هرمون، يعني دهون. بس هذه الاسترويد هرمون دي اول ما بتصنعها بتفرزها على طول، ما بتتخزنش جواها. اكتب بين قوسين نو سيكريتوري جرانيولز، زي مين خدناها قبل كده؟ زي الليفر. اول ما بتصنع بتفرز. مقسمه الى 3 كونسنتريك زون. يعني ايه كلمه كونسنتريك؟ وتحت المركز يا جماعه، يعني هي بتبقى عامله كده تقريبا اهو، هي عامله كده. ده رقم واحد الكبسول اهو، ده الكبسول قلنا متغطي بالايه؟ بالفات، ونازل منه السبت عامله كده على قد الكورتكس بس، عباره عن 3 زون. دي كده اول زون، عارفين اسمها زونه ايه؟ الجلوميرولوزا. دي تاني زون اهي اسمها زونا فاسيكولاتا. تالت زون اسمها زونا ايه؟ ريتيكولاز او جي اف ار جلوميرولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاز. واللي في النص دي بقى المضله. واضح طبعا ان الكورتكس سيك وبريفرال ومليانه ليبت. فهمت الكلمتين دول؟ ليه سميتها جلوميرولوزا؟ ليه سميتها فاسيكولاتا؟ ليه سميتها ريتيكولاريز؟ واحده اثنين قوسين according to the arrangement of cells، حسب ترتيب الخلايا. مرسومه في الاطلس، وريت الناس تبص عليها في رسمه الاطلس. اول حاجه في رسمتها بترسم لي كبسول تخين كده اهو. سيك كبسول. وترسم لي فوق هنا فات سيلز كمان. كمان
الزونز دي كده تقريبا اسمها زونا جلوميرولوز، دي كده زونا فاسيتولاتا، دي كده زونا ريتيكولاريس. ليه سميت دي زونا جلوميرولوزا؟ عشان الخلايا متقسمه بشكل دوائر. بصوا ادي اول دايره، ادي تاني دايره، ادي الثالثه. فين بقى الخلايا؟ عشان ارسمها بعمل خط كده اهو. الخلايا عامله كده يا جماعه، كده الخلايا شكلها ايه؟ كولامنر، بس بتطلع شكل ايه؟ دايره. بلاقي النيوكليوس في الحته دي اهو، اهو نفس الترتيب اللي انت بترسمه في الامتحان اهو، في العمل دي في العمل اهو. حضرتك بحط ايه في الطلبات دي؟ فاستيرت نقطه بدل العمل دي، دي واحدة اسمها زونا جلوميرولوزا. خدتها معاك في الايد يعني كلمة الجلوميرولوس؟ يعني كورة أهو، أدي بومر كبسولة عامل كده وجواه كورة من البلاط كابيتال أهو، دي اسمها جلوميرولوس. معنى كلمة الجلوميرولوس؟ بول. طب عندي من فاسيكيولاتا، يعني الخلايا بتبقى شكل كورد، فاسيكيولاتا يعني خطوط، باندلز، فاسيكلز أهو. أدي أول خلية، ثانية كده كلها عمودية على السطح، ادي اول كورد وادي ثاني كورد، تعمل الكورد دول بقى خليتين جنب بعض. ادي كده اول كورد، ادي كده الكورد الثاني. بس هو عندك على فكره ثلاث صفحات. الصف الاقصى. هو الموضوع ده برضه في الفسيولوجي. حط في الفراغات دي ايه؟ فينستريل بس كده، بس الموجود اللي عامله كده. ايه رايكم؟ زون الارتكاري نفسها متقدمه بشكل ايه؟ كورد بس انستموزنج، يعني ادي اول كورد اهو من الميل، وكورد تاني، وكورد تاني، واعمل كورد كده اهو، وكورد هنا كده. كده عامله زي ايه؟ زي الشبكه. حط ده في الفراغات، استيرد بلاط كابيتال. الشغلانه يا جماعه اسمها كورتكس. هو الكورتكس السك والبريفرال ويلو لونها اصفر عشان مليانه ليبل. قسمتها لثلاثه زون حسب الارينجمنت اوف سيلز. اول واحده اسمها زون ايه؟ الجلوميرولوزا، الثانيه فاسيكولاتا، الثالثه فاتيكولاريس. انت كده بسمها جلوميرولوزا. اول سؤال طبعا مش مهم، بيقول ان هي نرو 15% من الكورتكس، بيقول ان هي دايركتلي اندر زي ايه؟ ده كبسول اتفوها اوتر، يعني هي الاوتر. مكتوب عندنا في الكتاب نارو يعني 15% من الكورتكس، بريزنت دايركتلي اندر ذا كبسول يعني هي الاوتر ريجن، هي الاوتر زون. ايه بقى الكلام المهم واللي هتتحاسب عليه في الامتحان؟ السيلز بتاعتها. السيلز أول حاجة تقول لي شكلها إيه؟ شكلها إيه؟ ده شكلها في الرسمة هنطلع واحدة بس أهي، هي دي. هي دي يا جماعة، خليها كولامنا، بس أنا حاططهم فوق بعض بحيث يعملوا لي إيه؟ كورة. دي مكتوبة في الآخر خالص، الأرينجمنت. لو تبقى عندك كلمة جلوميرولاي هتحط تحتها خطين على شكل جلوميرولاي، وأقول لك يعني إيه كلمة جلوميرولاي؟ أولاً لازقة في بعضها. كلوزد سبيس شكلها مدور راوندد اور اوفويد اور ارشد في جروبز اوف سيلز اسمها جلوميرولاي وسيباريتد عن بعضها بفينستريت بلاط كابيلاري. ناقص حاجتين، السيتوبلازم والنيوكليوس. النيوكليوس ده يكتب غامقه ولا فاتحه؟ غامقه، بتصنع دهون ما بتصنعش بروتين. النواه اللي بتصنع بروتين هي اللي فاتحه، لكن دي غامقه. دي بلاستيك مكتوب عندكم كلمه اوفل، لان هي كولامنا. السيتوبلازم لونه احمر بس المنطق ازرق. اسيتوفيليك وفي شويه بيزوفيليك ماتيريال، يعني المنطق ازرق. اقول تاني، في عندنا باراجراف يا جماعه كنتوا جنبيه كده. السيلز الخلايا دي وصفها ايه؟ رقم واحد
شكلها الخليه لوحدها شكلها ايه؟ شكلها كولومبر. متجمعه ازاي؟ عامله ارنجمنت ازاي؟ على شكل ايه؟ جلوميرولاي. ايه تعريف الجلوميرولاي؟ لازقين في بعض كلوز سبيس، شكلهم مدور او اوفويد اور ارش، كلهم نفس المعنى، سيباريت عن بعضهم بفينستريت بلاد كابيلاري. يبقى لي السيتوبلازم والنيوكليوس. النيوكليوس غامقه لان بتصنع دهون وما بتصنعش بروتين، وانا بصنع بروتين محتاج دي ان ايه، فمحتاج يكون مفرود، فالنواه باهته، لكن انا مش محتاج اصلا الدي ان ايه، فالنواه غامقه. السيتوبلازم هو ايه؟ اسيدوفيلك. وفي شويه نقط سهله كده في الصعوبه، بالاي ام استيرويد سكريتنج سيلز، ودي اغنيه عايزك تحفظها. لما حفظنا قبل كده ايه؟ بروتين سكريتنج سيلز. هتلاقي كتير قوي في الكتاب الاغنيه دي، ستيرويد سكريتنج سيلز. رقم واحد النواه غامقه. مكتوب عندكم ايه؟ الكترون دنس. يعني هيتيرو كروماتيك ولا يو كروماتيك؟ هيتيرو. شكلها غريب شويه. انتوا معايا؟ النواه ايه؟ هيتيرو كروماتيك كتير قوي. بص ده كله هيتيرو كروماتيك، ده كله غامق. وساب لي في النص حته فاتحه. فيها 1 أو 2 نيوكليولات. شفتوا المنظر؟ تاني الكترون دنس نيوكليس، يعني نيوكليس غامقه كلها غامقه اهي، ده كله اسود. بس يا باشا في النص حته فاتحه بحيث يظهر فيها ايه؟ نقطتين. 1 أو 2 برومننت نيوكليولات. اكيد هيبقى مليانه ايه؟ اس اي ار. استيرويد سكريتنج سيلز ده بحرف الاس وفيها اس اي ار. ميني ميتوكوندريا، ولازم اكمل السطر. وذ تيوبيولار كريستا، يعني الكريستا شبه الانبوبه. فيها فيو ليميتد دروبلت. النقط الزرقاء سببها ايه؟ ان فيها فيو ار اي ار اند فري رايبوسوم. والجولج كومبلكس يا جماعه موجود فين؟ بصوا معايا كده، بيحاول ان هو يكون ناحيه البط كابيلاري، يعني في الحته دي، في الحته دي كده اهو، هنا 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 في الحته دي اهو. بتوع عندكم تند تو بولرايز. بولرايز يعني يروح ناحيه، يعني يستقطب مين؟ الاسترويد بلاد كابيلاري عشان يروح ناحيتها. نقول تاني الاي ام استيرويد سكريتنج سيلز. رقم واحد النيوكليوس ايه؟ الكترون دنس، يعني هيتيرو كروماتيك فيها 1 اور 2 برومننت نيوكليولات. مليانه اس سي ار. مليانه ميتوكوندريا ويز تيوبولار كريستا. فيها شويه ليبت دروبلت. فيها فيو ار اي ار اند فري رايبوسوم. الجولجي كومبلكس بيحاول ان هو يروح ناحيه البلاد كابيلاري. وظيفتها وقتنا طبعا في الفسيولوجي بتفرز مينرالو كورتيكويد. وكلمة مينرالو كده خد خط بعد كلمة مينرالو. حاسس مين في المينرالو؟ صوديوم بوتاسيوم. مينرالو. كورتيكو يعني ايه؟ كورتكس قشرة. كويد أو سويد الاثنين صح معناها دهون. شفتوا يا جماعة الاسم؟ يوم هو يعني هما حاولوا يكتبوا في الاسم بتأثر في مين؟ في المينرال. طالعة منين؟ من الكورتكس. ونوعها ايه؟ اويد او سويدز، الاثنين صح على فكرة. اللي مكتوب في الفسيولوجي ايه؟ كورتيكويدز. كورتيكويدز، مفيش مشكلة. احنا بنكتب كورتيكو سويدز، زي ما هو كده معناها في الكتاب. مش هتفرق. ميني أشهر هرمون في المجموعة اسمه ايه؟ التوستيرون. بيعمل ايه كلكم عارفين؟ بيزود الصوديوم ريابسوربشن والبوتاسيوم اكسكريشن فروم الديستال كونفليوتد اتيكول اوف ذا كيدني وكنترول دي باي. الاي سي تي اتش من البيتيوتري وحاجه اسمها انجيوتنسين 2 اللي بيطلع عن طريق الرين اللي طلع من الكيدني. ده كلام في السجن في اي مشكله. قولوا براحتكم. ما خلاص يا مسكين. الاي سي تي ما بيأثرش عليه. مكتوب في الكلام ما بيأثر. هو بيأثر. خلاص يا جماعه خلاص. المخرج عايز كده. لا حتى ادور على الكلمه دي على فكره. في الاول دلوقتي قال بيأثر. خلاص. ما قلنا يا جماعه المره اللي فاتت قلنا ايه؟ بيأثر في اللارج دوز. فاعتبر كلمتين صح. خلص كده يا جماعه. ادخل على الزون الثانيه اسمها زون ايه؟ فاسيكيولات. اول جمله مفهومه برضه ان هي ايه؟ سيكست واكتب فوقها ميدل. ذا ميدل سيكست زون بتمثل 80% من الكورتكس. ايه بقى الكلام المهم تاني؟ سيلز. روح كده بص في البراجراف اللي عنده وطلع لي المعلومات. الخلايا شكلها ايه؟ كولامز وكوردس. ايه؟ كولامز وكوردس. عندهم شكلها ايه؟ لا. ايوه بولي هيدرال. الخلايا شكلها بولي هيدرال. يعني ايه بولي هيدرال؟ زمان انا سميتها كده.
يعني لها ضلع فوق اهو وضلع ناحيتي وضلع كده اهو. دي معنى كلمه بولي هيدرال، اسمها مدوره والخلايا شكلها بولي هيدرال. الارنجمنت ايه؟ كورد او بين قوسين فاسيكلز، والكورد دي ستريت مستقيمه يعني من بندقلها على الكبسول سيباريتد بايه؟ سيبنستيرول كابيلاري. كل كورد عباره عن كام خليه؟ خليتين. هو ده الارنجمنت. نيوكليوس غامقه مكتوب عندك ايه؟ راوندد جنبها ديبلي ستيند راوندد، اللي كانت فوق كانت ديبلي ستيند اوفال. اخر حاجه سيتوبلازم احمر باهت، دي مشهوره جدا في الجيف ريزون، اللي هو فينت ليزوفيليك، اللي هو هايلي فاكيوليتد يعني باهت يعني مبوف، وعشان كده سميناه سبونجيوسايت شبه السفنجه عشان مليانه ليبد، والليبد بيدوب بالاتش ام دي. تاني يا جماعه اللي فوق دي لونها ايه؟ احمر ومنقطه ازرق، دي احمر ومنقطه ازرق، لكن دي هلاقي فيها نواه غامقه اهو. بص المنظر عامل كده، انت سمعت منه ايه؟ احمر باهت يعني فاضي، فصفات شبه الايه؟ شبه السفنجه. يبقى الخلايا دي اسمها سبونجيو سايتس. تاني ليه اسمها سبونجيو سايت؟ عشان فيها ليبد دروبلت كتيره بتدوب بالاتش ان دي، فبتظهر فينت يعني بيل اسيدوفيليك، او هي نفس الجمله هايلي فاكيوليت يعني فاضيه. سهل الكلام. نقول الباراجراف ده تاني. السيلز شكلها ايه؟ بولي هيدرا اهو، شكلها بولي هيدرا مترتبه على شكل ايه؟ كورن او فاسيكلز، بتكون ستريت، بتكون بيربنديكولار على الكبسول، اوف تو سيل سيكنس، يعني كل كورد عباره عن خليتين جنب بعض، سيباريت بايه؟ من السيبلات كابيلاري. النيوكلس شكلها ايه؟ اهو ديبلي ستاند وراوند اهو، عشان الخليه مدوره. وسنترال كمان انت عايز تزود. السيتوبلازم بقى لونه ايه؟ احمر باهت، فينت اسيدوفيليك، فينت يعني بين. هي نفسها كلمه هاي فاكوليت يعني فاضي. ليه فاضي؟ عشان مليان ليبت دروبلت، فالخليه فاضيه من جوه، فسميناها ايه؟ سبونجيو سايتس. تمام كده؟ الاي ام نفس الكلام بالظبط، بس بدل ما اكتب فيو ليبت دروبلت هكتب ايه؟ ميني ليبت دروبلت، هو ده الفرق الوحيد. الاي ام يا جماعه اكتب جنبها ستيرويد سكريتنج سيلز تاني، واكتب نفس الصفات بالظبط. يعني هو حتى ما كتبش الالكترون دينس نيوكليس، اكتبها الالكترون دينس نيوكليس. طبعا سبحان الله اكتب از اباف وخلاص، مش هتكتبها تاني في نفس السؤال. انا اصلي مش انا اصلي ولا حاجه، بس تكتب ايه؟ ان فيها ميني ليبت دروبلت. الايه موتيبيكال؟ كل الفكره ميني ليبت دروبلت. وظيفتها ايه؟ تفرز مواد اسمها كده جلوكو عشان متاثر ميني على الكربوهيدرات، كورتيكو طلع من القشره، واويد يعني دهون. وظيفتها بتفرز جلوكو كورتيكويد، كلمة جلوكو عشان متأثر مني على الكربوهيدرات. كورتيكو يعني قشرة، وأويدز يعني استرويد. بس نكمل الجملة، مينلي هرمون اسمه إيه؟ كورتيزول. بالإل يا جماعة؟ بالإل ده الناتشورال، بالإل هو الطبيعي، لكن لو كتبته بالإن ده السنسيتيك، ده الدواء. خلاص يا جماعة؟ كمل السطر عندك. مينلي كورتيزول. بيعمل إيه؟ كتر خيره. قال افكت الكربوهيدرات والليبيد والبروتين ميتابوليزم. ما شرحش هو بيعمل ايه بالظبط، بيزود ولا بنقص ولا اي حاجه خالص. برضه في الامتحان كده. افكت الكربوهيدرات والبروتين والليبيد ميتابوليزم. بس في حاجه مهمه، ان هو بيعمل سبريس الانفلاميشن. انتي اليرجيك تمام، بين قوسين ليه؟ دي مهمه قوي. بتجي لك دي فريزون. ازاي الكورتيزول بيعمل سبريس الانفلاميشن؟ بيعمل حاجتين. عارفين خلايا اسمها ليمفوسايت؟ بيخرسها ويموتها. بيخرسها مش بتخليها تطلع ماده اسمها انترلوكين. عارفين يعني ايه انترلوكين ده؟ دي ماده بتطلع ما بين الليمفوسايت بتخليهم كلهم يروحوا يتجمعوا على الانفلاميشن. في كانك بتصفر على زمايلك عشان تروحوا ايه؟ تعملوا خناقه. اسمها انترلوكين. يعني ايه انتر؟ يعني ما بين، ولوكين ليمفوسايت. فهمتوا يا جماعه الكلمه؟ انترلوكين دي مادة أو رسالة ما بين الوايت بلاد سيلز، كل فكرتها إنها تخليهم كلهم يروحوا يتجمعوا على مكان فيه انفلاميشن. هي بتخرسها كده أهو عشان تخليها تصفر وتنادي على حد.
الحاجه الثانيه كمان تروح تموتها في الاماكن بتاعتها الاورجن بتاعها، تروح تعملها ديستراكشن ديس في الليمفويد تيشو. ده بيجي في ريزون ازاي الكورتيزول بيعمل سبريس او تتسيل بسرعه ثانيه. ليه بناخد الكورتيزول في عمليات الترانسبلانتيشن؟ تمام. ليه بناخد الكورتيزول في حالات الالرجي؟ عشان الكلمتين دول، يعني هي سبريس الانفلاماتوري ريسبونس. فالتطرين احنا كمان عندنا يقال هي كمان ممكن تفرز شويه اندروجين. اندروجين يعني ميل سكس هرمون. هذه الزون اندر ذا افكت اوف اي سي تي اتش. المفروض عندكم انتوا صغيره بس انا هتبقى في الامتحان برضه. الزون الثالثة اسمها زون ايه؟ ريتيتوريز. انر سين زون. اكتب عليها انر. انر يعني بين قوسين كلوز تو ذا ميدالا. الأولانية كانت أوتر تحت الكبسول. اللي في النص ميدل، مش محتاج أقول يعني إيه ميدل. الثالثة انر جنب الميدالا. وحوالي 5%. تاني. أول واحدة كانت كام؟ صحيح.
هي دي فقط.